ينضم إلينا الأستاذ مؤنس حواس الصحفي المتخصص في أمن المعلومات والتكنولوجيا. برحب بك يا أستاذ مؤنس. أهلا بحضرتك أستاذ خلود. إزالة العلامة الزرقاء أو الفيرتيفيكيشن اللي تعبوا الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات إن هم ياخدوها وأخدت وقت أو ما أخدتش وقت على حسب يعني في تويتر، ده خبر أكيد زعل ناس كتيرة جدا طبعا. يعني تفاصيل، هو تويتر نزلت الحساب الرسمي لتويتر نزل تويتة بيقول فيها انه بداية من 1 ابريل اللي جاي هيتم ازالة العلامة الزرقاء من اي حساب سواء افراد او شركات او مؤسسات طالما الحسابات دي خدت العلامة الزرقاء بالطريقة القديمة، وهيكون الحل الوحيد عشان تاخد العلامة الزرقاء ان انت تشترك في الخدمة المدفوعة لتويتر اللي هي تويتر بلو. فكده معنى ان هو بدايه من 1/4 اللي جاي مفيش اي حد هتبقى عنده العلامه الزرقاء، ده الكلام ده على مستوى العالم. تمام؟ تويتر النهارده عندها حوالي 423,000 حساب موثق. كل الناس دي بلا استثناء هتفقد العلامه الزرقاء. الحل الوحيد بقى ان هم عشان ياخدوا العلامه الزرقاء مره ثانيه لازم من خلال الاشتراك في خدمه تويتر بلو، ودي تكلفتها حوالي 8 دولار في الشهر. تمام؟ طبعا الخطوة دي كان إيلون ماسك أشار ليها في ديسمبر اللي فات، قال إن هو إن الطريقة دي طريقة التوثيق القديمة كانت فيها مشاكل وإن هي كان فيها نوع من المحاباة وطريقة فاسدة وكده، وكان عنده اعتراض على الطريقة دي. دي جزئية. الجزئية الثانية إن إيلون ماسك أنا بس قبل ما نتكلم عن الجزئية الثانية، الجزئية الأولى إيه مشكلتها؟ إيلون ماسك كان شايف ان ما ينفعش اي حد ياخد العلامه الزرقاء، يعني كانت عنده مشكله مع الجزئيه دي، شايف ان هي كان في نوع من المحاباه ومن خلينا نقول من الـ اي حد بياخدها، يعني اي حد ممكن ياخد الفيريفيكيشن ان هم ياخدوا العلامه دي. فكان هو رافض الموضوع ده، وكان عنده اعتراض كتير قوي على الإدارة السابقة لتويتر إن هي بتدي العلامة دي لأشخاص كتير قوي، فهو حب يستغل النقطة دي في فكرة إن هو يحقق كمان منها أرباح، خصوصا إن هو دافع حوالي 44 مليار دولار في لما اشترى المنصة، والمنصة الفترة دي بتخسر. يعني كده علشان أحافظ على العلامة الزرقاء الفيريفيكيشن على تويتر، أنا بتكلم هنا عن تويتر، لازم يكون بمقابل مادي شهريا كل شهر، بنتكلم عن حوالي 8 دولار في الشهر، 8 دولار في الشهر او 84 دولار في السنه. طبعا اللي هياخد اللي هيشترك في تويتر بلو في مميزات كتيره، بس هي طبعا ابرزهم فكره العلامه الزرقاء، لكن في مميزات كتيره عندنا. طب معلش عايزه افهم حاجه بس. اتفضل. طب ما هو كده مش لو يعني كده معناه ان برضو اي حد بيدفع فلوس ممكن ياخد العلامه الزرقاء؟ هي للاسف دي مشكله كبيره وسببت مشاكل برضو، يعني في من فتره كده في حد قدم عمل اكونت ودفع فلوس ان هو شركه ادويه ونزل قال ان المنتج الفلاني ده بشكل مجاني وهو دواء سعره غالي، وعايز اقول لحضرتك ان سعر الشركه تقريبا خسرت حوالي الاسهم اتاثرت بشكل كبير، صحيح 145 مليون دولار خسرتهم الشركه بسبب تويتر زي كده، واضطرت طبعا وقتها تويتر ان هي توقف فكره تويتر بلو نفسها، توقف الخدمه كلها لحد ما عالجوا المشاكل دي وحطوا قواعد جديده لفكره برضو التحقق. يعني هو مش برضو يعني المفروض تويتر الفترة دي بتشتغل على فكرة ان انا مش هدي برضو التوثيق لاي حد، برضو في قواعد وفي اسس ان انا اديك العلامة الزرقاء، برضو ان في تقريبا صورة بطاقة او صورة اثبات شخصية، وفي يعني في استمارة تقريبا كده بيبقى فيها كل اثباتات الشخصية المطلوبة ان انت تتأكد ان الشخص ده حقيقي. طب هل الموضوع كده ممكن يوصل للانستجرام او للفيسبوك، ممكن هما يعني يبدأوا ان هما يفكروا بالشكل ده انه يكون في يعني ربح اكتر زي تويتر؟ هو بالفعل فيسبوك نزلت ميزه مشابهه لتويتر اسمها ميتا فيريفايد، دي نزلتها حوالي بتكلفتها حوالي 15 دولار. تمام؟ قالت بس هي للاسف هي الميزه دي لحد دلوقتي متاحه في الولايات المتحده بس، قالت اي حد عايز يوثق الحساب بتاعه يجي لي برضه بشروط معينه وهياخد العلامه الزرقاء بعيدا عن الشروط طبعا التقليديه او الشروط القديمه المعمول بها حاليا في الوقت الراهن لتوثيق الحسابات. فانت عايز توثق حسابك مثلا على الفيسبوك هتجيلي هتملى الاستماره دي هتاخد العلامه الزرقاء وبرضه ليها مجموعه من المميزات، لكن الميزه دي مقصوره لحد دلوقتي في الولايات المتحده،
بس الشركة كانت قالت إن هي خلال الفترة اللي جاية هتبتدي توسع الميزة سواء في دول أكتر أو للمنصات التانية سواء واتساب أو انستجرام. طب هل هناك استثناءات؟ يعني إحنا مثلا عارفين إن هناك رؤساء، هناك شخصيات معروفة تستخدم تويتر بشكل كبير، فهل هيكون ليهم استثناءات؟ يعني كمان هم كل الناس دون استثناء هيبقوا محتاجين إن هم يدفعوا علشان خاطر إن هم ياخدوا التوفيق أو العلامة الزرقاء؟ هو كله هيدفع، بس الفرق في لون العلامة. يعني كل الناس هتدفع، لكن الفرق في لون العلامة. يعني المستخدمين العاديين اللي هتقدم على التوثيق دي هتاخد العلامة الزرقاء. لو مؤسسة حكومية أو هيئة حكومية أو مسؤول حكومي ده هياخد العلامة لونها رمادي. لو شركة هتاخد علامة لونها ذهبي. ده على تويتر. يعني والله نتمنى ان الموضوع يعني لا يمتد بقى لباقي للانستجرام او للمنصات المختلفه، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، لانه في الحقيقه احنا شفنا هجوم كبير جدا على تويتر، وكان يمكن الرافضين اكتر من المؤيدين للفكره. يعني حضرتك يمكن شفت الانتقادات ازاي. ما هي كان في انتقادات كثيره للموضوع وناس كثيره رافضه الموضوع ده، خصوصا ان في بعض الشخصيات طبعا الموضوع ده بيسبب ليهم أزمة كبيرة، مثل يعني زي الشخصيات العامة أو الشخصيات المشهورة الفنانين أحيانا بيتم يعني انتحال شخصيتهم وكتابة تويتات مثلا بتسيء ليهم أو بتروج لحاجات مش صح، وطبعا ده في النهاية بيضرهم. فبيبقى عندنا الأكاونت الموثق ده حاجة كويسة، ده من ناحية المستخدمين. بس من ناحية تانية بالنسبة للشركات، هي الشركات دلوقتي بتحاول تدور على مصدر ربح ليها، بتحاول تزود مصدر الدخل ليها في وقت طبعا تظل الظروف الحاليه. فكره ان الاعلانات والمعلنين بداوا يقلوا، وطبعا المعلنين والاعلانات ده يعتبر المصدر الرئيسي للدخل الشركات دي، فهم دلوقتي بيحاولوا يدوروا على اي طرق واي بدائل تحقق ليهم ارباح. تمام. انا يعني اكيد احنا مع الايام المقبله هنعرف المزيد من التفاصيل ومدى جدية هذا الموضوع. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مؤنس حواس، الصحفي المتخصص في أمن المعلومات والتكنولوجيا.